توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن يسهم انتهاج الزراعة الدقيقة في تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع أكثر تقدماً. جاء ذلك في التحليل المعلوماتي الذي أعده مركز المعلومات حول الزراعة الدقيقة التي تركز على تقليل تكلفة الإنتاج والهدر وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مفهوم الزراعة الدقيقة لا يزال حديثاً نسبياً ولم يكتمل، إلا أن الحكومات تستثمر في التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي لصنع حلول زراعية أكثر ذكاء. أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة لعام 2022 وبدء مخاطبة الجهات الحكومية لتلقي الترشحات. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيدة إن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، موضحة أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء الانتماء والتميز، وكذلك يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة. عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع وزير البيئة والطاقة اليونانية، ويأتي الاجتماع في إطار متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في أكتوبر الماضي. وقد أكد شاكر أن اهتمام مصر بتنفيذ الربط الكهربائي يأتي في إطار التوجيهات السياسية بأن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، وأيضا نظرا للتعاون الوثيق بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن هناك أيضا خطوط ربط كهربائية مع كل من الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية التي يجري تنفيذه حاليا. كشفت وزارة التعاون الدولي عن اتفاقيات التمويل التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع النقل لتعزيز استدامة البنية التحتية للقطاع ودعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في مشروعات النقل الذكي وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد ذكر التقرير أن اتفاقيات التمويل قد بلغت قيمتها نحو 1,140,000,000 دولار من شركاء التنمية، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأشار التقرير السنوي لأن قطاع النقل من القطاعات ذات الأولوية في مصر، حيث تعمل الدولة على تطوير قطاع النقل بما يعزز توافر وسائل النقل المتطورة لكافة المواطنين. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول مرتفعة. وقد ربح رأس المال السوقي نحو 3,700,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 751,906,000,000. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 11,691 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي ارتفع بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 2,164 نقطة، وصعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 والذي ارتفع بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 3,198 نقطة. تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها المستقلون أوبك بلس اجتماعين وزاريين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ويناقش الاجتماعان تطورات السوق النفطية في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، هذا بالإضافة إلى مستجدات القيود والتحديات الحالية المتعلقة بوباء فيروس كورونا والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا. هذا ومن المقرر أن يحدد الوزراء في المجموعة في ختام الاجتماع مصير الزيادة الشهرية في الإنتاج والمطبقة منذ شهر أغسطس الماضي وقدرها 400,000 برميل يومياً. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لريهام وأميرة، إليكم. شكرا لك ميرفت.